أهلا وسهلا بكم في قناتنا، قناة الفن لأخبار الفن والفنانين. معلومات وحقائق لا تعرفونها عن الفنانة سعاد عبد الله. قبل متابعة الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. اسمها بالكامل سعاد عبد الله سالم الحمد. ولدت الفنانة سعاد عبد الله في 17 نوفمبر عام 1950، عمرها في 2019 و 68 عاما. تحمل الفنانة سعاد عبد الله الجنسيتين الكويتية والعراقية. سعاد عبد الله ممثلة كويتية قديرة معروفة بسندريلا الشاشة الخليجية، تميزت بأدوارها الناجحة، خطفت أنظار المشاهدين بأدائها المحترف. بالإضافة للتمثيل، تمتلك سعاد عبد الله موهبة الغناء، حيث شاركت في الكثير من الأوبريتات مع عدد من الفنانين الكبار، من بينهم الفنان الراحل عبد الحسين عبد الرضا. ولدت الفنانة في منطقة البصرة بالعراق لعائلة عراقية الأصل عام 1950، وتوفي والدها وهي بعمر صغير. تزوجت من المخرج الكويتي فيصل الضاحي في 5 سبتمبر عام 1968، وحصلت بعد زواجها منه على الجنسية الكويتية. أنجبت سعاد عبد الله 3 أبنائهم، طلال ويعمل كمهندس طيران، وابنها فواز ويعمل كمهندس، وابنتها عالية التي تعمل بمجال الاستثمار، ولديها 6 أحفاد. سعاد عبد الله لديها أشقاء، شقيقتها الإعلامية أمل عبد الله، وشقيقتها من والدتها المكيارة سلوى سلمان التي تعاونت معها في عدة أعمال. بدأت مسيرتها كممثلة على المسرح عام 1964، عندما كانت ما تزال على مقاعد الدراسة مع الفنان الراحل محمد النشمي في برنامج ديواني في التلفزيون. التحقت سعاد عبد الله بالمعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1975، وتخرج منه بتقدير جيد جدا في العام 1979. سعاد عبد الله هي أول فنانة خليجية تقدم برنامج فوازير ومسابقات، حيث قدمت برنامج مسابقات رمضان حمل اسم أمثال وغطاوي. كما وانطلقت في مجال المسرح عام 1964 مع فرقة المسرح الكويتي، لتشارك بعدها بالعديد من الأعمال المسرحية. We'll be right back.
فترة واجهت سعاد عبد الله مشاكل عديدة، حيث تم تهديدها مرة بالطرد من المدرسة في حال لم تحضر الدوامات بشكل كامل. لكن الممثلة المصرية فاتن أنوار التي كانت تعمل مدرسة في ذلك الوقت في مدرستها ساعدتها وشجعتها على السينما في الوقت عينه. شكلت ثنائي مميز مع الفنان الراحل عبد الحسين عبد الرضا في عدد من الأعمال الفنية المميزة مثل درس خصوصي، عزوب السلمية على همانية فرعون وغيره من الأعمال. ربطتها خلال مسيرتها الفنية صداقة قوية مع النجمة حياة الفهد، حيث اجتمع ثنائي في أكثر من عمل أشهرها سبيكة ورقية وخلت في قماشة خرج ولم يعد وغيرها من الأعمال. من أبرز الشائعات التي طالت سعاد عبد الله هو خلافها مع الممثلة حياة الفهد. في ذلك الوقت نفت الفنانتان ما تم تداوله عن وجود خلاف بينهما. طالتها شائعة أخرى وهي شائعة وفاتها بعد انتشار صورة تم تركيبها بالفوتوشوب. أكدت سعاد في أحد اللقاءات الصحفية أنه على الرغم من خبرتها الفنية الطويلة إلا أنها شعرت بالرعب في إحدى المناسبات، حيث وقفت على خشبة مسرح دار الأوبرا الكويتية أبان افتتاحها وأثناء زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الكويت، وقالت إن سبب الخوف قد يكون عامل التقدم في السن. سعاد لم تحب اللقب الذي أطلقه عليه جمهورها وهو سندريلا الخليج، وعبرت عن استيائها حيث قالت أن هذا اللقب انتهى وقته لأنه ليس من المعقول أن تكون سندريلا وهي في 60 من عمرها. الفنانة سعاد عبد الله متعة كبيرة عندما تقرأ الحظ وأخبار برجها العذراء بالصحف والمجلات.